السلام عليكم ورحمة الله اخوان بخير هاني كلشي مزيان في امان الله المهم راه وصلت الدفعة في انتظار الدفعة الاخرى المهم نستاش غير اليوم يلاه مشينا جبناها المهم التصليحة اللي وصلات كاين فيها كوموند كاين فيها شي حاجة زيادة المهم التونديم ديهاج مسدد نتمنى دي يكون عند حسن الظن ديال الجميع ان شاء الله الله يسخر الامور رباقة داخل السلاتين يعني الأسبوع الجاي إن شاء الله نهار الله اللهم يسير